الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. زي ما انتم شايفين كده، هنعمل مع بعض النهارده احلى منين بيتي. مش هتحتاجي تشتريه تاني من بره. طريقته سهله وبسيطه، ومكوناته كلها تقريبا موجوده في البيت. تعالوا بقى نشوف هنشتغل ازاي وهنعمل ايه. معانا هنا كيلو دقيق، كوبايه لبن دافيه، معلقه كبيره بيكنج باودر، نص كوباية سمسم، معلقة مية ورد، كوباية زيت، كوباية سمنة سايحة، معلقة كبيرة خميرة فورية، وربع معلقة ملح، ومعلقة كبيرة سكر. هننزل بالخميرة على اللبن الدافي والسكر، هنقلبهم كويس. وهننزل بقى بالملح والبيكنج باودر على الدقيق والسمسم، هنقلب المكونات الجافة الأول مع بعض. نشمر بقى ونعمل بايدينا احسن. ننزل بكوبايه السمنه السايحه، طبعا دي سمنه بلدي، نفضل نقلب فيها كده. هي السمنه مش سخنه، هي دافيه، بس هنقلب فيها كده لحد ما تخش جوه دي. وبعد كده ننزل بكوبايه الزيت وندعكهم كده مع بعض. بعد كده مية الورد، هنقلب كويس كده وندخل المكونات جوه بعض. بعد كده ننزل بقى باللبن والخميرة آخر حاجة. زي ما انتم شايفين كده، قلبنا السمنة مع الزيت مع الدقيق كده. بعد كده هننزل بقى باللبن والخميرة وهندعك فيهم كويس بحيث ان هما ايه يختلطوا مع بعض. هنعجن كده فيهم كويس قوي. زي ما انتم شايفين العجينة اهي، نسيبها بس ربع ساعة، هنغطيها ونسيبها ربع ساعة ترتاح ونيجي نشوف هنعمل ايه تاني. زي ما انتم شايفين كده، بعد ربع ساعة بالظبط هي العجينة ناعمة وجميلة. هنفردها كده على الرخامة، فردناها زي ما انتم شايفين كده مستطيل، وجايبين العجوة ونفردها عليها كده حتة حتة. احنا انا عامة ما بحبش فيها العجوة كتير، عشان كده مش هزود فيها طبقة العجوة. براحتك انت بقى، دي حاجة اختياري، انت الحشو ده حاجة بتاعتك انت. فانا ما انا نفسي مش بحب فيه منين العجوة كتير. زي ما انت شايفين كده، حاطة بس كمية عجوة قليلة. بعد كده بقى الفها رول، هنلف كده بسيط. زي ما انتم شايفين العجينة بتاعتنا جميلة هيت وحلوة. نظبط بس الرول كده زي ما انتم شايفين كده اهوت. هنظبط الحروف ونجيب سكينة بقى ونقطع المقاس المناسب، يعني بتاع سنتي كده مثلا او سنتي وربع القطعة، وطالع ناعم وخفيف وحلو قوي. طعمه طبعا احلى من اللي انت بتشتريه من بره بكتير. حاجة مخدومة وحاطة فيها سمنة مضمونة، حاجة من صنع ايديك انتي طبعا. نقطع كده حلقات
زي ما انت شايفين كده اهيت، وهنرصها كده في الصاج. الصاج طبعا مدهون زيت. نعمل واحدة تانية. طبعا هنا انا كنت فردت العجوة بالنشابة اهيت. طبعا العجوة برضو معجونة بحتة سمنة عشان يدينا طبعا ايه طعم حلو، وتبقى في نفس الوقت طرية، مش ناشفة جوه القطعة واحنا بناكلها. طبعا كمية العجوة دي حاجة ترجع لك انتي، في ناس بتحب تكتر العجوة فيه، انا لا ما بحبش طعم العجوة، احب طعم السادة اكتر، يعني العجوة فيه ما تبقاش كتير، عشان كده انا مش مكترة العجوة. نفرد بقى كده ونكور الرول، نمشي الرول كده على الرخامة ونظبطه، وبعد كده نقطعه، نظبط بس الحروف بتاعته. قطعه بقى التقطيع اللي احنا عايزينها، بس في نفس الوقت برضو تقطيع ما تكونش ايه تتحرق، يعني ما تكونش رقيقه قوي عشان ما تتحرقش وتنشف معانا في الفرن، تكون يعني وسط، يعني بتاع سنتي سنتي ونص كده. نبتدي بقى نرص برضو في الصاج زي ما عملنا في الرول قبل كده. هنا بقى دوت قطعة تانية هنعمله بالملبن، برضو انا ما بحبش الحشو كتير، فهحط برضو حاجات بسيطة كده، عشان بصراحة بحب طعم الحاجة السادة اكتر من الحشو اللي بيبقى محشي فيها. برضو هنظبطه كده ونقطعه بقى قطع صغيرة كده حلقات. هنرصه برضو في الصاج، شايفين كده رصناه في الصاج. هنغطيه بقى ونسيبه 10 دقايق بالظبط، بعد كده نرجع بقى نشوف هنعمل ايه. بعد 10 دقايق بالظبط زي ما انتم شايفين خمر شوية كمان، هنجيب كوباية فيها لبن، شوية لبن او طبق فيه شوية لبن، ونغطس كده فيها المنين، ونروح منزلينه في السمسم بدل ما نرش ونبهدل الصاج ومش هيلزق كويس، لما الحركة دي بتخليه يلزق بصراحة وما بيقعش سمسم كتير في الصاج. بنبل كده قطعة المنين في اللبن وبنعمله زي ما انت شايفين، دخلناه بقى في الفرن على درجة حرارة 180، ودي كانت النتيجة النهائية بعد ما طلع من الفرن. اتمنى طبعا تجربيه، طريقته سهلة وبسيطة. حبايبي انا بتسعدوني بتعليقاتكم الجميلة، وما تنسونيش طبعا في اللايك والشير والسبسكرايب لقناتي ميرو في مطبخة معاكم.